وبشأن معاناة مرضى الثلاسيميا في مدينة السليمانية، ينضم إلينا عبر الهاتف من إدهوك مدير مركز الثلاسيميا الدكتور سالم أبو نعيم. دكتور سالم، مرحبا بكم. نريد منكم أولا أن نعرف المشاهد بمرض الثلاسيميا، وثانيا كيف ترى وضع المرضى ومدى تفشيه في الفترة الأخيرة في كردستان العراق؟ تفضل دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيدي الكريم. أستاذ، بخصوص مرضى الثلاسيميا، هي من أمراض الدم الوراثية التي تنتقل بصفة متناحية من الآباء والأمهات إلى الأطفال، أي أن المرض يظهر لدى الأولاد ويكون نتيجة لتنقل بعض الجينات من الآباء والأمهات إلى أولادهم. هو يختلف عن اللوكيميا سيد دكتور؟ اللوكيميا هو مرض سرطان الدم أو انقباض الدم يسمى. طيب. نعم. أما الثلاسيميا هو مرض وراثي ينتقل جين. هل السبب في ذلك زواج الأقارب أكثر، يعني هو الذي يسبب هذه الحالة دكتور؟ نعم، إحدى الأسباب هي زواج الأقارب، ولكن ليس من الضرورة أن يكون الأقارب. إذا كان الأب الشاب الذي يقبل على الزواج كان حاملا لمرض الثلاسيميا، والفتاة حاملة لمرض الثلاسيميا، فإن نسبة الإصابة لدى الأطفال في كل حمل يكون 25%. لذلك ينصح المقبلين على الزواج، الشاب والشابة المقبلة على الزواج، إذا كانت حاملة لمرض الثلاسيميا أن يتحرون عن شريكة حياة ليس يكون سليم 100%، أي ليس حاملة للثلاسيميا. طيب. حتى نتوقع أنه يكون الأطفال يعني يكونون سليمين نسبة في كل حمل يكون الطفل، نتوقع أنه يكون سليم أو يكون حامل للمرض، أي أن المرض لا يظهر عليه. طيب شكرا جزيلا دكتور بعد هذا التعريف، لكن أود سؤالكم هنا، ندخل في الأسئلة، يعني ما مدى تفشيه في الفترة الأخيرة؟ هناك ارتفاعات مضطردة في معدل المرض في الأونة الأخيرة، لماذا هذا الارتفاع دكتور؟ هو مثل ما بينت أنه الزواج يكون النسبة زيادة في نسبة الحاملين للمرض بين المجتمع هو أحد الأسباب في الزيادة. حاليا في كردستان منذ أكثر من 7 سنوات هناك فحص يجرى للمقبلين على الزواج قبل عقد القران، أي أن المحكمة لا تعقد القران ما لم يكن يجرى هذا الفحص، فيكون الشاب والشابة على علم أنهم حاملين للمرض. نحن كأطباء حاليا دورنا هو أن نقوم بتوعيتهم وننصحهم بأنه لا يقبلون على هذا الزواج، ولكن ليس هناك من صلاحيات أن نمنعهم من هذا الزواج، لأن هناك مسائل اجتماعية وقانونية ليس من اختصاصاتنا عليه. فإن الوعي داخل المجتمع ازداد، بالعكس نحن في دهوك حاليا نسبة التفشي قلت في هذه السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث أنه في عام 2015 كان نسبة المسجلين الجدد 89 إصابة، في عام 2016 قل العدد إلى 52، أي أنه إذا ما أقبلنا على هذا النظام الوقائي أنه نتحرى عن الأشخاص المحاملين المرض وندعوهم إلى عدم الزواج، فإن هذه النسبة سوف تقل في المجتمع. طيب دكتور، هناك من يذهب إلى أن الأزمة بين بغداد وأربيل أثرت على تفاقم هذا المرض في ظل عدم وجود متطلبات مكافحتها بشكل لازم، هل أنت تتفق مع ذلك دكتور؟ الأزمة بين بغداد وأربيل زادت من معاناتنا من ناحية المرضى المصابين حاليا، حيث أن هناك قلة وشحة في الأدوية حاليا. نعم دكتور، أكمل تفضل. نعم، الأزمة بين بغداد والعراق أدى إلى زيادة معاناة المرضى المصابين حاليا، حيث أن هناك شح في كمية الأدوية الواردة إلينا، حيث أن المريض المثلاثين يكون هناك معرض إلى زيادة نسبة الحديد في دم نتيجة لتكرار أخذ الدم، هناك أدوية طاردة للحديد. طيب دكتور أخيرا، يعني سؤال أخير وأرجو الإجابة بسرعة، يعني ما الذي تريدونه تحديدا من بغداد؟ ما الذي تريدونه؟ هل تريدون يعني دم أو ربما تكون هناك أدوية معالجة لهذا المرض؟ أكيد نحن نطلب من الحكومة المركزية أن تقوم بزيارة فصصنا، لأن هناك نسبة كبيرة من المرضى الثلاثين في خاصة في أقليم كردستان القدامى، على الرغم من أن هناك وقائية وقلة العدد المسجلين، ولكن المرضى المصابين سابقا هنا في مركزنا أكثر من 1200 مريض عندي أنا في مركز دهوك يعانون من المرض الثلاسيميا، ولا بحاجة مستمرة إلى الأدوية الطاردة للحديد.
نعم دكتور من دهوك مدير مركز الثلاسيميا الدكتور سالم أبو نعيم، شكرا جزيلا لكم.